أكيد مجبورين نضحي كرمال أولادنا، أقل شي نحب يلي بحبنا ونقوم بالواجب مع يلي وقف حدنا. كتير طبيعي نهتم ونخدم أقرب الناس لقلنا. يا ما ركضنا تنحقق إنجاز صغير كرمال نحصل على جايزة. وفي أشخاص من 73 سنة عم بيضحوا كل يوم ويخدموا ويحبوا ناس ما بيعرفون. عام بعد عام والأمن بألف خير.